هو زي ما حضرتك شايف ان في النصف الثاني ده من مانيو يعني مليء بالانشطه الافريقيه، وده طبعا ناتج من دي الانشطه اللي مصر بحكم رئاستها لمؤتمرات وزراء البيئه الافارقه، فعندنا بننظم انشطه كتير وبنحب ان معظمها يكون موجود في القاهره هنا. فكان عندنا الاسبوع اللي فات اول دوره تدريبيه لمفاوضي افريقيا حوالين اعداد خططهم تمهيدا لتقديمها لمؤتمر التغيرات المناخيه اللي هيعقد في باريس ان شاء الله ديسمبر السنه دي. النهارده احنا بنتكلم على مبادره مقدمها برنامج الامم المتحده للبيئه، وهي مبادره افريقيا 2020، وبتتكلم اساسا على الطاقه الجديده والمتجدده وامكانيات التوسع في الطاقه الجديده والمتجدده في القاره الافريقيه، سواء كانت شمس او سواء كانت رياح او الكتله الحيويه. وطبعا الهدف هو اساسا هو تعبئه الموارد لتنفيذ احدى البرامج التي تبناها مؤتمر وزراء البيئه الافارقه، وهو برنامج خاص بالطاقه وبكيفيه دعم نمو الطاقه بحيث ان احنا نوفي باحتياجات افريقيا المتناميه من الطاقه، وفي نفس الوقت نحافظ على الاثار البيئيه الجانبيه لاستخدام الطاقه. طب معلش حضرتك، هل ده في حاجه تتعلق بمصر خاصه بالموضوع؟ طبعا طبعا، يعني مصر متبنيه هذا البرنامج، برنامج الطاقه بصفه عامه والطاقه الجديده المتجدده. مصر بترمي اساسا مش بس ان احنا نستخدم الطاقه الجديده المتجدده، ولكن احنا نصنع معدات الجديده الطاقه الجديده المتجدده، وبالتالي احنا بنشوف فيها فرص للتصنيع وللعماله سواء هنا في مصر او سواء في افريقيا. وبالتالي مصر معنيه من حيث ان احنا محتاجين الطاقه مثلنا مثل كل الدول الافريقيه، محتاجين ان احنا نزيد نسبه مساهمه الطاقه الجديده المتجدده في خليط الطاقه ومنظومه الطاقه، وهو ما تريده افريقيا في نفس الوقت، ثم ان احنا محتاجين ده لان القطاع له تشابكاته الاماميه والخلفيه مع الانشطه الاقتصاديه الاخرى، فبيحقق مش بس دفع للاقتصاد ولكن فرص عمل جديده وقيمه مضافه. طبعا مصر بوضوح يعني بوضوح وبجلاء رجعت الى مكانها في افريقيا، ورجعت الى مكان القياده ومكان الصداره. والنهارده كل الممثلين المنظمات الافريقيه بيشهدوا بذلك. رجعنا كمسؤولين عن البيئه في افريقيا، رجعنا والسيد الرئيس يرأس اللجنه، لجنه رؤساء الحكومات المعنيه بالتغيرات المناخيه، رجعنا نتولى المسؤوليه الافريقيه والملفات الافريقيه فيما يخص بالبيئه في وقت حرج وحساس، لان كل العالم بيشاهد التحضير وليه مؤتمر التغير المناخي اللي موجود في باريس، واللي هتحدد فيه توازنات اقتصاديه سياسيه هامه جدا جدا واثرها على تغير المناخ. وبالتالي ده علامه واضحه للجميع ان مصر رجعت الى مكانتها التي تستحقها. احنا النهارده جايين علشان نناقش مبادره، جايين علشان نناقش الجزء الفني فيها، جايين نناقش الجزء المؤسسي فيها، جايين نناقش الاجزاء الاقتصاديه والاجتماعيه، ثم سوف نوصل للنتائج. كويس، لان هو الهدف ان احنا عندنا عده مبادرات للطاقه، دي واحده منهم، فهناك عده مبادرات للطاقه واحنا بنفحصهم كلهم وبنشوف كيف يعني نخلط منهم ونوصل للخليط اللي يحقق لافريقيا ويحقق لمصر اكبر عائد ممكن.